السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده الفيديو اللي انا منتقل من كتاب بايثون فور داتا اناليسيس. فهو يعني في مقاله مشهوره في الماشين ليرنينج تول جاربج ان جاربج اوت، يعني زباله داخله او قمامه داخله، يعني زباله خارجه. ف قصدهم ايه؟ قصدهم ان هو لازم يكون الداتا اللي عندك تكون داتا نظيفه، يعني ما فيهاش اي قيم مفقوده، ما فيهاش نال فاليوز، ما فيهاش اي كلام ده كده، عشان الماشين ليرنينج يعرف يشتغل صح والموديل يبقى اللي عندك صح. فاشهر مكتبه انت ممكن تستخدمه عشان الكلام ده اللي هو بانداس. فمفيش احسن من كتاب اللي كاتبه واحد من المطورين او مؤسسين مكتبه بانداس، واللي هو ويز ماكين. فالكتاب بصراحه يعني كتاب حلو، وكتاب مفيش حاجه طبعا كامله كمان اللي واخده في الكتاب، في مزايا وعيوب. فان شاء الله نقول اول حاجه المزايا وبعد كده هقول العيوب. بس يا ريت لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشير مع اصحابك، ويلا بينا. تمام، تعالى نبدا بالمزايا. اول حاجه المزايا، اول حاجه الكتاب بيتكلم عن بايثون، يعني شويه اساسيات كده بس. طبعا يعني ايه، انا لو انصحك، يعني لو انت مثلا مش عارف حاجه بايثون خالص، انصحك انت ما تاخدش الكتاب ده دلوقتي. فان شاء الله في، لو انت عايز مثلا تتعلم وكده يعني، فانا ان شاء الله هسيب لك فيديو هيظهر هنا، وهسيب لك فيديو تحت في الديسكربشن ان شاء الله. يعني اهم المصادر وازاي تتعلم بايثون من الصفر ان شاء الله، مش هطلب منك اي خبره مسبقه. فهو الكتاب يعني اول حاجه بيتكلم عن بايثون، بس يعني ايه، بطريقه مختصره خالص، يعني بحيث ان لو واحد مبتدئ مش هيقدر يفهم الكلام ده. تمام، بعد كده بيبدا بقى يخش على الداتا ستراكشر بتاع بايثون، ازاي بقى مثلا ليست كومبرهنشن والكلام ده كله، وازاي تعمل الكلام ده. فهو برضك ده جزء مهم برضك. بعد كده بقى الجزء اللي انا اكتر جزء استفدت منه في الكتاب، اللي هو جزء الاي بايثون وجوبتر نوت بوك. الاي بايثون بقى بيعلمك يعني ايه اي بايثون، وجت منين، وايه جوبتر نوت بوك، وليه اتنشا، والكلام ده كله. فهو الصراحه كان الجزء ده مهم جدا جدا، والصراحه فادني كتير. بعد كده بقى بيبدا يتكلم بقى على اشهر مكتبات، لامباي ومدبل فليب وبانداز والكلام ده كله. فهو الصراحه كتاب واسع جدا، يعني اول حاجه بيعلمك لامباي، وايه هو لامباي، وازاي تستخدم لامباي، وليه مشهوره، يعني ليه معظم مكتبات الماشين ليرنينج بتستخدم لامباي، وليه مشهوره للدرجه دي. وبعد كده بقى بيخش على بانداز، بيعلمك بقى بانداز ازاي تعمل مثلا داتا كليننج، ازاي تعمل داتا اجريجيشن، ازاي تعمل مثلا، ازاي تستخدم التايم سيريز، وازاي تستخدم، وازاي تعمل بلوتنج باستخدام بانداز. وبعد كده بيعلمك برضك المدبول فليب، ازاي تعمل بلوتنج، او ازاي تعمل تصوير للداتا اللي عندك باستخدام مدبول فليب. وبعد كده بقى في الاخر، في اخر شابترين او ثلاثه كده، بيعلمك بقى مثلا ادفانس بانداز. وبعد كده في اخر شابتر خالص، هو شابتر 14، بيعلمك، بيبقى في امثله يعني ايه، مجمع كل اللي هو قاله في الكتاب كله. فهو الصراحه برضك دي مهمه جدا، في امثله في الاخر برضك مهمه. فهو يعني الصراحه كتاب كبير، ويعني وشامل حاجات كتير جدا، فيعني كويس، يعني انصحك بيه. بس هو يعني ايه، تعال بقى نشوف العيوب. تمام، بالنسبه للعيوب بقى، ايه العيوب اللي في الكتاب؟ هو صراحه الكتاب فيه عيوب، يعني ايه، يعني يعتبر اكتر حاجه بكرهها في الكتب هو جت في الكتاب دي، مش عارف ليه صراحه. مثلا ايه، يعني لما يجي مثلا يشرح فانكشن او يستخدم فانكشن، انت تبص على الكود اللي هو كاتبه، فتستنى بس ان هو يشرح الفانكشن او جابها ليه او عملت ايه الفانكشن ديت والكلام ده. ما بيتكلمش اساسا، ما بيشرحش هي جت منين ولا ليه ولا فايدتها ايه ولا اي حاجه. وساعات مثلا ما بيقولكش حتى، ان هو مثلا يشرح بالشباتر الجايه، او مثلا يقول لك روح دور عليها، مش فاهم يعني هو بيعمل ايه صراحه. تاني حاجه ان هو حاسس ان الكتاب جاي يعني ايه كوبي بيست من الدوكيومنتيشن بتاع بانداس، يجيب مثلا بانداس امثله بتاعتها كوبي بيست ويحطها في الكتاب، كوبي بيست ويحطها في الكتاب. فانا مش حاسس ان هو الكتاب متعب عليك خالص صراحه يعني. تالت حاجه اللي هو مثلا ايه، يجيب لك مثلا في مثلا بعد ما يشرح جزء معين، بيبقى فيه تيبل كده مثلا شرح فانكشن معين او جزء معين، بيبقى فيه تيبل لكل البارامترز اللي انت ممكن تستخدمها مع الفانكشن ديت. فالبارامترز او التفصيل او شرح الفانكشنز والكلام ده كله بيبقى مثلا في سطر واحد، سطر، انت متخيل؟ يعني معظم مثلا في فانكشن ممكن تشرح في سطر بس، او في فانكشن ثانيه محتاجه شرح اكتر. فانت صح يعني ايه في الجدول اللي هو بيعمله ده، صح ما تفهمش بقى هو قصده ايه، ولا يعني هو فعلا ديت شرح الفانكشن بس كده وخلاص، ولا ايه الدنيا. فبتضطر بقى انت تدور على جوجل وتبحث على اليوتيوب وتفضل تبحث كتير لحد ما تفهم هي عايز ايه بالظبط، والفانكشن دي بتعمل ايه. فصراحه يعني هو دي اكتر حاجه يعني ايه حرقت وقت كتير مني في الكتاب ده، يعني هو دي الصراحه اللي خدت وقت كتير مني، ان انا فضلت ابحث وادور عشان افهم المعلومه والكلام ده. فصراحه دي تعبني، هتقول ما هو لازم ان انت تبحث ودور، ما انا عارف. بس هو المشكله ان المفروض انت بتقرا الكتاب عشان يوفر عليك البحث والتدور ده، ما انت ممكن مثلا ان انا ابدا في اي حاجه وابقى ابحث على جوجل على طول، انما المفروض هو الكتاب يبقى يعني ايه شامل، يعني جزء كبير جدا بحيث يوفر عليا البحث ده. تمام، اكتر حاجه كتير في الكتاب ان هو ما فيش مشاريع، يعني مثلا بانداس او نمباي او اي الكلام ده كله، كل الشرح على مثلا راندوم نمبرز، ما فيش اي داتا حقيقيه اشتغل عليها، ولا في اي داتا كليننج ولا اي حاجه. كل اللي بيعمله ان هو يجيب راندوم نمبرز، يقعد مثلا يرتبهم، يقعد مثلا يعمل داتا اجريجيشن والكلام ده كله. انما انا مش فاهم هو بيعمل كده ليه، يعني مثلا في الاخر خالص في شابتر 14، يعني
سواء من اول شابتر 1 لشابتر 13 مفيش فيه اي امثله او اي حتى مشروع مثلا ببني فيه جزء جزء في كل شابتر، لا يعني كل شابتر مفيهوش اي مشروع تعمله في النهايه ولا في الختام، لا خالص مفيش اي حاجه من الكلام ده. يعني مثلا في الاخر خالص شابتر 14 بيبقى فيه ضمن حوالي 5 امثله يعني او 5 مشاريع انت ممكن تعملهم والكلام ده. فدي صراحه دي كريتيريا جدا في الكتاب. يعني مثلا كتاب زي مثلا اوتوميت زي بول مستفز بايثون، يعني كل شابتر فيه مشروع، كل مشروع مختلف عن المشروع اللي بعد الشابتر. فصراحه يعني كان الكتاب جميل جدا، ودي يعني شدني الكتاب جدا، يعني ايه برشحه جدا 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 لاي واحد بيتعلم بايثون. انما الكتاب ده يعني صراحه ما فيش مشاريع وما فيش اي حاجه وكله حاجه راندوم نمبرز انت مش فاهم هو بيعمل كده ليه. يعني فدي صراحة كرهتها جدا جدا جدا، ودي أسوأ نقطة في الكتاب إن هو مفيش مشاريع بعد كل شابتر أنت تتدرب عليها وتشوف أنت اتعلمت إيه في الشابتر ده. الأول أنصحك إن أنت تقرأه، يعني إيه قراءة سريعة، ما تركزش في الحتة اللي أنت مش فاهمها والكلام ده، اقرأه قراءة سريعة اللي فهمته تمام، اللي ما فهمتوش ماشي ممكن تعدي عليه، أو لو عايز مثلا تزيد أكتر تبحث عنه، بس مش ما تبحثش على كل حاجة عشان إن شاء الله الكتب اللي هتقراها بعد كده أو مثلا الكورسات اللي أنت تاخدها بعد كده ممكن تبنى مثلا فجوات والكلام ده كله إن شاء الله. بس لو انت مثلا فضلت تبحث على كل معلومه فانت هتاخد وقت كتير جدا شباب ما خدته كده. فبس هو ده تقييم الكتاب، يا رب يكون عجبكم، ويا ريت لو مشتركش معانا في القناه تنزل تحت تعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشير مع اصحابك. يلا سلام عليكم.